كمان هون رح عمل البارت بي بنفس السؤال، يعني صرنا عاملين البارت هذا النمبر 3 عاملينه بثلاث طرق. يعني البارت بي جاي عندنا فيكتور يو جاي، اذا عدينا الفيكتور يو طلعنا من فوق جاي ثلاث مربعات نزول مربع ونص يمين ماشي يعني لهون، فهيدي رح نرسمها بهاي الطريقة. ننزل بهالشكل لهون، هذا الفيكتور يو هو هيك مرسوم على الكتاب. الفيكتور في جاي مربعان شمال واثنان نزول وواحد نزول، هذا الفيكتور في. فيكتور صمم من حيلا مطرح، انا رح انطلق من هون مثلا جاي مربعان شمال وواحد نزول، هيدي هي الفيكتور في. بدي اعمل ترانسليشن لنقطه A، ترانسليت لنقطه A باي فيكتور يو بلس في. اول شيء رح ابلش بالشيسلس رول، بس رح اشتغل على المربعات هلا. انا شيسلس رول اول شيء رح امشي الاي بطريق يو، اليو جاي مثل ما قلنا مربع ونص يمين وثلاث نزول ماشي، لانه هي راسها هون مشينا وحده هيك مربع ونص وثلاث نزول، هيو مربع ونص يمين وثلاث نزول، بيمشي من الاي مربع ونص مربع ونص وثلاث نزول، واحده اثنين ثلاثه، هيدي رح نمشي الاي لهون. هيدا فيكتور يو نقلناه لهون عبر المربعات. عندنا فيكتور في كمان، طالما بايشيسلس يعني نهايه اول فيكتور رح تكون هي بدايه هالفيكتور. هيدا الفيكتور في بدنا نمشي فيه مربعين يمين وواحد نزول، من هون امشي مربع اثنين لانه هون نبلش بالنص، بننتبه كل مرة على النص، هيدا مربع ايه وهيدا اثنين، وبدي انزل واحد نزول وهيدا، عرفتوا كيف؟ يعني هون بلش بنص المربع، بتكون اول قطعة عندي بنص المربع الثاني، ثاني قطعة بنص المربع الثالث وهيك. هلا بوصل هيدي بها، هيدي الفيكتور في. بما انه شيسلس هيدي نهاية أول فيكتور وبداية تاني فيكتور بتلتغى، بضل عنا البداية الأولى والنهاية النهائية، النهاية الأخرانية. هلا بيجي بسطرهم بوصلهم لهول، بتكون هيدي هي مثلا نسميها A برايم، بتكون هيدي هي اليو بلس في. خلينا نجي نشتغل على الكوردينيتس. الفيكتور يو اللي هون مشينا واحد ونص يمين وثلاث نزول، واحد ونص يمين يعني هي الاكس وثلاث نزول يعني ماينس ثري. الفي مشينا اثنان شمال واحد نزول، اثنان شمال يعني ماينس تو، الاكس هي ماينس تو، واحد نزول يعني الواي هي ماينس وان. فالنزلة والطلعة هي بتكون جواب الواي، واليمين والشمال بيكون هو جواب الاكس، بس يمين منحط بلاس شمال منحط ماينس، هون النزلة منحط ماينس والطلعة منحطها بلاس بالنسبة للواي، هيدا جواب ماشي. فينا نعملها باي بارم رول. رح ارسم اول شيء، رح ارسم من اول جديد، انا رح ارسم هون نقطة A واشتغلها باي بارم رول، هيدي النقطة A من اول جديد بدي اعملها باي بارم رول. رح مشي الA بفكتور يو، اليو هو قلنا مربع ونص يمين وثلاث نزول، مربع ونص يمين هاي مربع ونص وثلاث نزول هون يعني هيدي هي، هيدا فيكتور يو. رح اعمل كمان الفيكتور في، منين بدي اعمله؟ كمان انطلاقا من الاي، لانه هيدي بارم اللي عم بعملها هون، هيدي اسمها شيسلس رول هون اللي هون، هاي عم بعمل هون شو بارم رول. كمان بننطلق من الاي عشان سيم اوريجن، اليو برسمه من الاي والفي برسمه انطلاقا من الاي لما كنا عم نستعمل بارم رول. الفي جاي اثنان شمال واحد نزول، بيمشي من الاي اثنان شمال هاي واحد هاي اثنان ايه عفوا هاي اثنان، وبنزل واحد نزول هيدي هي، هذا الفيكتور شو في. البارم رول كيف بدها تكون؟ شو الجواب؟ بيكون هو الدياجونال اللي بيناتهم، فاني لازم كمل هيدا البارالوجرام ماشي، لازم كمل هيدا البارالوجرام. لحتى اكمل هيدا البارالوجرام فيني ارسم من هون وحدة مثل الفي او من هون وحدة مثل اليو. رح ارسم من هون انا وحدة مثل الفي، الفي جاي قلنا اثنان يمين واحد نزول مش هيك، رح امشي من هون اثنان يمين يعني هيدي النص واحد ونص، من هون بصيروا اثنان يمين واحد نزول لهون يعني
هيدا الفي. قلنا لازم نعمل منقط نحن، مزبوط، هيدا منقط وهي بوصلهم بالمسطرة منقطة لهون. الجواب شو بيكون؟ هو الدياجونال اللي بيناتهم من هون لهون. هيدا هو جوابهم، هيدا بيكون اليو بلس في، يو بلس في، هيدا هو. لاحظوا هيدا هو ذاته مثل هيدا اليو بلس في اللي هون. هات لنجمعهم لهون لشوف يو بلس في. لاحظ هون 1.5 ماينس 2 بيطلع ماينس هاف، ماينس 3 ماينس 1 بيطلع ماينس 4. يعني اليو بلس في اللي هون او اللي هون لازم يكون نفس الشيء، ماينس هاف وماينس 4. يعني رحنا على الشمال لانه هيدي شمال ويمين، وهيدي طالعه ونازله، بتكون بما انه ماينس يعني هيدي شمال، وهي بما انه ماينس يعني نازله. بنمشي على الشمال ناقص ناقص يعني ناقص، وبننزل 4. بلش من الاي، امشي ناقص ناقص وانزل 4 لشوف اذا مزبوطه. 1 2 3 4 مزبوط. هون امشي على الشمال ناقص وانزل 4. 1 2 3 4 مزبوط. يعني هيدي جمع الكوردينيتس اللي هون تعولت هول بيعطيك جمع الجواب، بيعطيك الجواب لليو بلس في. بنقول كمان هون a prime is the image of a by the translation of vector u plus v. يعطيكم العافية.